أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام. اليوم رح نستعرض مع بعض عدة لقطات من مشاريعنا وتصاميمنا، رح نحكي فيها عن الطراز الديكوري المستخدم وعن الحلول بالإكساءات الجدرانية يلي كتير سائدة ورائجة بالوقت الحالي. خلينا نستعرض الصورة الأولى. أول شي بدي أحكي عن الخدعة أو التريك أو الأسلوب المتبع يلي هو الاستمرارية بالخطوط. دايما بيعطي إحساس بأن السقف مرتفع وبيعطينا وساعة على المكان، فبيحسسنا بالفخامة. خطوط هون مستمرة من الأرضيات للأسقف، فعم بتحقق هي الخدعة اللي نحن عم نحاول إنه نعملها. بإكساء هذا الجدران مستخدم مادة الرخام ومادة الخشب. الهيدن لايتس، الإضاءة المخفية، تعمل مرحلة انتقالية بين الرخام للخشب، تعمل تماهي بين المادتين وبتوصلنا للاستمرارية يلي كمان بتعطينا احساس بالمساحة والاتساع والفخامة مثل ما كنا عم نقول. خلينا ننتقل هلأ للصورة الثانية. اجمالا نحن بنتعامل مع كل حائط على انه هو لوحة فنية لازم تكون متوازنة من ناحية العناصر. بالطراز الكلاسيكي كان التوازن دايما نوصل له من خلال التناظر، يعني التماثل بين الشكل والتشكيل من هذا الطرف وهذا الطرف يكونوا متماثلين. بالطراز الحديث عم نبعد عن التناظر وعم نحاول نبتكر حلول أخرى. يعني على سبيل المثال هون بهذا الحائط في عنا العنصر الضوئي، الضوء يلي pendant من السقف نازل، عامل تشكيل بهذا المكان لحتى نعمل توازن مع القسم الثاني من هي اللوحة يلي نحن عم نجرب نعملها. حطينا الرخام والإضاءة المخفية. الشيء الثاني اللي بدي احكي عنه بهذا التصميم هو المولدينجز او الفريمز او البانلز على الحيط يلي هن مسافرين من الطراز الكلاسيكي على طرازنا الحديث لحتى يطفوا روح من الفخامه لهذا التصميم. بينعملوا من الخشب وبينعملوا من الجبسن. ننتقل هلا للصوره الثالثه. هي الحركه بتقطيع الخشب هي كتير دارجه بوقتنا الحالي اللي هي الودن ستريبس، عم تعطينا بنرجع للاحساس بالاستمراريه يلي عم بيحسسنا بالوساعه وبالفخامه. حلول ثانيه باستخدام الخشب بالاكساءات الجدرانيه هي بهي الطريقه يلي هي بوك ماتش. ما بيفرق ابدا عن استخدام الرخام كبوك ماتش بالارضيات او حتى على الحيط. من ناحية الفكرة يلي هي انه نحن عم نجمع كذا عنصر مع بعض لحتى يشكلوا لوحة فنية رائعة. هذا كان كل شيء لليوم، نشوفكم بالفيديو القادم.